أعلنت وزارة الداخلية اليوم أن قطاع الأمن الجنائي الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكن من ضبط عدد من الأشخاص متلبسين بعملية شراء الأصوات الانتخابية في منزل يدار لشراء الأصوات المخالفة للقانون. وقالت الوزارة في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه بعد استصدار إذن من النيابة العامة تمت مداهمة المنزل وضبط القائمين على عملية الشراء والعثور على مبالغ مالية معدة للتسليم وإحالة جميع الأطراف إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأضافت أن هذه الضبطية تأتي بناء على تعليمات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، وبإشراف ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، وبتكثيف الجهود الأمنية لرصد وضبط الجرائم الانتخابية.